يعلن الديوان الملكي أن فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر الصديقة ستصل إلى البلاد اليوم في زيارة لمملكة البحرين، تجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. يختتم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيفة البلاد الكريمة والوفد المرافق متمنيا لفخامتها طيب الإقامة في مملكة البحرين.